معنى آيات فرهان مقبوضة. يبحث الكثير من المسلمين عن معنى آيات فرهان مقبوضة وما اشتملت عليه من أحكام، فقد شرع الله تعالى الرهن لحفظ الحقوق بين الناس ولكي لا يظلم أحد أحدا، والرهن مشروع في السفر والحضر، وفي الآية ذكر الرهن في حال السفر لأن ذلك هو الغالب، فخرج مخرج الغالب، لا أن الرهن من شروط صحته أن يكون في السفر، بل هو في السفر والحضر أيضا. يقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. تعتبر هذه الآية أصل في أحكام الرهن، وهي من الآيات التي تحفظ الحقوق بين المسلمين، وهي من عقود التوثيقات التي توثق بها الديون لتحفظ بها الحقوق. والرهن توثيق عين بدين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها. ويعد الراهن هو دافع الرهن الذي عليه الدين ويسمى المدين. أما المرتهن هو آخذ الدين، والرهن الذي له الدين يسمى الدائن. ولا يصح الرهن إلا بالسلع التي يجوز بيعها. ومن أحكام الرهن أن المرتهن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا جاء وقت الدين ووفى المدين بدينه، فيجب على الدائن أن يرجع إليه عينه التي كان قد رهنها. وعلى ذلك فإن معنى آية فرهان مقبوضة أي: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا آلات الكتابة فارتهنوا مما تدينونه. رهنوا لتكون وثيقة بأموالكم. واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض، وقوله: فرهان مقبوضة أي ارتهنوا واقبضوا، حتى لو رهن ولم يسلم فلا يجبر الراهن على التسليم.